السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم. اليوم نتحدث مشاهدينا عن القطاع الصحي العراقي ومعاناة المواطن العراقي في المستشفيات الحكومية وفي المراكز الطبية وحتى في المستشفيات الأهلية. هذه المعاناة التي استمرت منذ الاحتلال ولغاية اليوم طيلة هذه السنوات بسبب إهمال متعمد للقطاع الصحي العراقي وسيطرة الأحزاب والمحاصصة على هذه المؤسسات المهمة والفاعلة، المفروض أن تكون فاعلة في حياة المواطن العراقي، والتي أدت اليوم إلى هرب العراقيين طلبا أو بحثا عن العلاج إلى دول أخرى أو في دول أخرى خارج العراق، لأن العراق غير مؤهل ومستشفياته غير مؤهلة ولا تصلح لأن تقدم علاج أبسط أنواع العلاج إلى المواطن العراقي. اليوم من لديه القدرة المادية إما أن يذهب إلى بعض المستشفيات الأهلية في العراق ذات التكلفة العالية أو يخرج إلى خارج العراق، لأن حتى هذه المستشفيات فيها كثير من النواقص وهناك خشية على حياة العراقيين لمن يستطيع، وبالتالي يبحث عن علاج أفضل في مستشفيات خارج العراق. أما من ليست لديه القدرة المادية وهم الأغلبية في العراق، نظرا لأن الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي ليس بالوضع الجيد الآن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، فالمواطن العراقي الذي لا يملك القدرة المادية على الذهاب إلى مستشفيات خاصة أو أهلية يتوجه إلى المراكز الطبية الحكومية والمستشفيات بحثا عن العلاج، لكن لا يجد هذا العلاج لأن هناك غيابا تاما للدعم الحكومي عن هذه المستشفيات. مشاهدينا الكرام، ضمن المعاناة التي يواجهها المواطن العراقي هي الفساد الموجود في وزارة الصحة الذي ينعكس طبعا على المستشفيات والذي يقود إلى احتراق كثير منها بسبب غياب نظم السلامة والأمان في هذه المستشفيات. ضمن الحوادث الأخيرة التي جرت خلال هذا الأسبوع، مؤسسة كونراد إدينارو الألمانية كشفت أن الفساد المستشري في القطاع الصحي العراقي كان السبب وراء عدم قيام دولة وبناء وصيانة مرافق صحية آمنة للمواطن العراقي. المؤسسة الألمانية قالت إن نظام المحاصصة السياسي جعل الأحزاب الحاكمة تستولي على القطاعين العام والخاص على حد سواء، وهو ما تسبب باندلاع الحرائق في العديد من المستشفيات في العراق وأودت بحياة مئات العراقيين بسبب استشراء الفساد ونقص معدات السلامة من الحرائق. قبل يومين من الآن مرت الذكرى السنوية الأولى لفاجعة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد
هذا الحريق الذي أودى بحياة عشرات العراقيين بين قتلى وجرحى نتيجة احتراق المستشفى، مستشفى عزل من فيروس كورونا، احترق بسبب غياب نظم السلامة، بسبب عدم وجود دعم حكومي في بناء هذه المستشفيات وتأسيسها وتأهيلها بالشكل الصحيح، أدى هذا الموضوع إلى اشتعال النيران فيها، والتهمت المستشفى والتهمت من في المستشفى، لأنه لا يوجد نظام سلامة وحماية لأرواح المدنيين الموجودين في هذه الأماكن التي من المفترض أن يدخل إليها الإنسان ليخرج بشكل أفضل جسديا. لكن بسبب غياب الدعم الحكومي احترقت المستشفى، وتلاها بعد شهرين أو 3 أشهر احتراق مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، أيضا أودى بحياة الكثير من العراقيين بين قتلى وجرحى. نفس الطريقة بسبب استخدام مواد رديئة في بناء مستشفيات بشكل مستعجل سريع، وطبعا في أتعس الظروف وفي أحلك الظروف لا تجد هذه المستشفيات أي نظام دفاع أمان يحمي الناس الموجودين في داخلها من الحرائق وغيرها. مشاهدينا الكرام، مصدر أمني أفاد أيضا بنشوب حريقين داخل مستشفى ومركز صحي في مدينة الكاظمية شمال بغداد خلال هذا الأسبوع. المصدر قال إن فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها بغرض السيطرة على الحريق الذي نشب بمساحة من الأعشاب والأشجار داخل مدرسة ابتدائية خلف بلدية الكاظمية، وأيضا داخل مركز صحي قريب من المدرسة في مدينة الكاظمية. طبعا المواطن العراقي دائما وأبدا ما يحمل السلطة مسؤولية ما يحدث، لأنها هي المسؤولة عن القطاع الصحي العراقي. مشاهدينا، سؤال يطرح لحضراتكم: كيف تتابعون حال القطاع الصحي العراقي، وكيف واجهتم التعامل داخل المستشفيات الحكومية وكذلك داخل المستشفيات الأهلية لمن استطاع منكم أن يذهب إلى هذه المستشفيات؟ هل تعتقدون بأنه هناك تعمد في إهمال القطاع الحكومي في سبيل تغذية القطاع الخاص الذي تسيطر عليه غالب الأحيان الأحزاب وبعض المتنفذين المقربين من هذه الأحزاب الذين قاموا ببناء مستشفيات أهلية في سبيل الاستثمار وجني الأرباح؟ هل تعتقدون بأن الموضوع مرتب، أنه يهمل القطاع الحكومي ولا يوجد دعم في المستشفيات الحكومية حتى يتوجه المواطن مضطر إلى المستشفيات الأهلية لكي يدفع ثمنا باهظا نظير حصوله على العلاج؟ عندنا تقرير من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية يتحدث عن الوضع الصحي في العراق وصفقات الفساد ووضع المستشفيات، ويلخص الحالة المتردية للقطاع الصحي العراقي في هذا التقرير. دعونا نشاهد ونعود بعد ذلك لاستقبال اتصالات حضراتكم. $27 هذا النعاس تكرمون اللي هو اشتريته انا نفسه ورحت اخذته من نفس المكان ب2500.
مشاهدينا، كان هذا ملخصا لحالة الفساد الموجودة في المستشفيات الحكومية. وعندما يخفق الوزير ويفسد ويبرم صفقات تدمر الواقع الصحي في العراق وتنهب خزينة الدولة، تكتفي الحكومة بقبول استقالته دون عقاب، دون حساب، دون عقاب عديل حمود ومحاسبتها عن هذه الصفقات التي تحدث نواب بالأرقام عن النهب الذي حصل في الصفقات التي أبرمتها عديل حمود أو واحدة من هذه الصفقات، أو حسن التميمي وزير الصحة في عام 2021 الذي انتهت فترة ولايته فيها، أيضا فاجعت مستشفى ابن الخطيب ومستشفى الحسين التعليمي في فترة هذا الوزير الصدري، ولا حساب لهذا الوزير، مجرد اكتفوا بقبول استقالته وانتهى الموضوع. كيف سيتطور الواقع الصحي في العراق طالما هناك فساد وهناك أحزاب وهناك محاصصة وهناك حماية لكل وزير يخفق في أداء واجبه ويخرج بلا حساب وبلا عقاب؟ كيف يمكن أن يتطور الوضع الصحي في العراق ويتحسن ولا يوجد هناك رادع لكل فاسد من القائمين على وزارة الصحة أو حتى من الأطباء والكوادر الطبية الموجودين في داخل المستشفيات؟ معنا أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اللي تفضلت به والحلقة اللي مختصة بذكرى الحريق في هذه المستشفى أو غيرها، وهي من آلاف الحرائق في العديد من المؤسسات والحكومية والأهلية، يعني ليست وليدة الإنشاء. إذا كانت متعمدة فإجرام كبرى، وإذا كانت نتيجة خطأ أو تماس كهربائي مثل ما يدعون أو كذا، فهو يعني نتيجة الحكومة والوزارات المختصة بهاي. إنها مثل ما تفضلت أو بعض الشيء اللي يجي بالتقرير بأنه راح يجبرون الناس حتى أن يتحولون، وبالفهم الخاطئ للخصخصة أنه يخصصون كل شيء حتى الصحة. يعني تضطر المريض يروح يقول يعني شو يسوي؟ يريد يتعالج سواء مستشفى حكومي او غيري، عنده فلوس او ما عنده فلوس. يعني حولونا من دوله اشتراكيه الى دوله راسماليه قذره، حتى الدوله الراسماليه يعني بها نوع من احترام الانسان. الدوله الوحيده بالعالم كله على مر الازمان اللي ما تحترم شعبها هي الدوله العراقيه او الحكومات العراقيه المتعاقبه. يعني ما ادري شو يسوون هذا الناس. يصير الحكم بيد الشيعه يدمروا لك الاولاد، يصير بيد السنه، يعني هذا جانب الانتقام. يعني سيد ابو زينب، سيد ابو زينب، اليوم احنا ابو زينب، ابو زينب اسمعني 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 ابو زينب، بكل معنى معانيه ابو زينب، يعني تصور ذاك اليوم واحده من الشركات الكبرى بالنجف، مديريه شباب النجف اللي صار لها بحدود 50 سنه، أحد رؤساء الكتل أو القيادين والله عجبة يأخذها، فلش هالجاع أو حولها إلى محلات. أنت شوف وين وزير الشباب، وين في الوزراء. طيب أنا أريد أسألك، أريد أسألك سؤال، تسمعني؟ نعم. أبو زينب، خرج هادي العامري في لقاء سابق وقال الصحة ببلاش، تمام؟ طيب لما تحدث عن أنه قال الصحة ببلاش والتعليم ببلاش، احنا خلينا اليوم نتكلم عن القطاع الصحي. اليوم لما يذهب المواطن العراقي، أنت مواطن عراقي وإن شاء الله السلام للجميع، لما تذهبون إلى المستشفى الحكومي هل تجدون العلاج والأجهزة والكادر اللي يقف ويرعاكم ويقف على معالجتكم من الأمراض أو من الإصابات أو غيرها؟ اقسم بذات الله كله ماكو، ومعه كذب وافتراء، بس يحولوك واحد للثاني يدوس باصات، كل باص ب3000، يعني ما لا يقل عن 12 الى 15000 دينار. وبالاخير يعني لما يفحصوك فحص فوقاني مثل ما يقول تقليدي، ها، مو ذاك الفحص الدقيق.
اخر شيء يكتبوا لك خمس ست انواع من العلاج، تروح للصيدليه يقوم يأشر لك الصيدلي على الادويه، هذا ماكو هذا ماكو هذا ماكو هذا ماكو هذا ماكو، روح اشتريه من برا. بكل عام على شنو التدخين؟ نعم. وهي صارت وياي اكثر من مره. تحكي وياي يقول لك هات حاسبنا، يقول له اي حاسبك انت باكل زين. قلت له اذا بالصيدليه، هو الصيدليه ابو الصيدليه شلون يقدر يستورد الدواء من الخارج ويترك صيدليته ويبيعها بالسوق السوداء، بينما حكومه ووزاره الصحه ما تقدر تستورد نفس الادويه من نفس الدوله. يعني ابن هم جايين لتخريب البلد. طيب انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا ابو زينب من النجف. نذكر حضراتكم مشاهدينا الكرام انه خدمه الواتساب موجوده للي يرغب بالتواصل معنا من خلال الارقام اللي تظهر امامكم بارسال رساله وسنقراها عن طريق خدمه الواتساب. لمن لا يستطيع الاتصال، لمن لا يريد الاتصال، لا يريد ان يكشف عن هويته على سبيل المثال او لا يرغب بالاتصال، بامكانه ان يشارك معنا عن طريق خدمه الواتساب. ارسلوا لنا رساله وسنقراها ان شاء الله اثناء هذه الحلقه. معنا السيد محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السيد محمد من بغداد، تحيه لقناه الرافدين. حياك الله. الله يسلمك كادر هذا البرنامج. كل الهلا بك يا محمد، تفضل. استاذ محمد الله يسلمك، الله يخليك، الله يسلمك. نظام التشهد العراق سابقا انا ما اريد استعرض التجميل الزمن وزمن غير الزمن، بس اقول الزمن السابق نظام الصحي كان نظام جيد وكل تطور اللي نقول عليه، بس كان ما في اخطاء طبيه، قليله قليله اخطاء طبيه تصير. تصير مثلا المريض يراجع مستشفى او يسوي له تحليل او يسوي له فحوصات، اخذ العلاج المناسب له بدون اخطاء. اللي يسوي تحليل تحليله ماله يطلع صحيح ما يطلع خطا. هذا قاعد اقول لك بالنظام السابق، انا واحد من الناس اجريت عمليه بالنظام السابق والعمليه كملت بالنجاح، ما توقعت فيها. حاليا نظام التصحيح بالعراق متدهور. نظام صحي لا يوجد بالعراق. مستشفيات تعبانه. الدوائر اللي مال التحليلات اللزوم المريض كلها تعبانه، اي اكثريتها تطلع اخطاء بيئه. يعني واحد يروح يسوي تحليل على مرض معين يطلع له يطلع تحليل مال غير مرض مثلا. او يطلع تحليل مال غير تحليل اللي هو جاي عدله. هاي مشكله، هاي مشكله كادر لو مشكله شنو؟ مشكلة الصحة عموما بالعراق، يعني مشكلة. لا أنا فاهم عليك، لكن أنا أقصد أنه هذه المشكلة اللي تواجهها أو غالبا ما يواجهها المواطن يواجهها بسبب ضعف الكادر، لو بسبب غياب التجهيزات، لو بسبب أنه يعني سبب آخر ربما قد يكون يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض اللي يذهب إلى المستشفى. اعتقد انا بضعف الكادر. يعني ما مؤهلين. مؤهلين يعني كل انسان، كل طبيب او طبي او دكتور تحليلات او صيدلي موجود بالمكان الغير مناسب. يعني من مثلا التحليل تروح عند انسان مو فاهم درجه عاليه من المواضيع التحليليه مثلا يمكن يكتب خبره ويسوي اختبارات. اكثريه المستشفيات الدكاتره الموجودين نظري اغلبيتهم كانوا معاونين طبيين وصاروا دكاتره، دمج عالم حال الوزارات البقيه. شوف يعني شوف يا سيد، شوف يا سيد محمد، حتى ايضا لا نظلم، حتى ايضا لا نظلم المجتهدين. هناك معاناه للكوادر الطبيه في العراق، حضرتك تعرف، انت عايش بالعراق وده تشوفه بعينك. ظاهره انه اذا المريض يتوفى بالمستشفى اثناء العمليه يجون اهله وعشيرته، يجون هداده على المستشفى، يهددون الطبيب، يعتدون على الطبيب، ماكو حمايه، ماكو احترام للكوادر الطبيه. اكثر من 6000 طبيب عراقي خارج العراق، 4000 واحد بيهم او اكثر من 4000 بس بالمملكه المتحده، بريطانيا ومن يتبعها. يعني الكوادر الطبيه العراقيه الكفؤة البروفيسوريه وغيرهم والجراحين وغيرهم هربوا خارج العراق لانه بلد ما بي فرصه، بلد المستشفيات الحكوميه بلا دعم والمستشفيات الخاصه معدوده وتحتوي على تحتمل كادر معين وخلص، بعد ما تقدر تستوعب اكثر.
وهناك مشاريع مستشفيات حكومية متوقفة قيد الإنشاء ومتوقفة عن العمل. طيب الطبيب وين يروح إذا الوضع الأمني لا يصلح، الوضع الاقتصادي لا يسمح، الحكومة ما مهيئة مكان حتى يمارس الطبيب عمله؟ يرحل عن العراق، هو ده يشوف أنه هذا الحل هو الوحيد حتى يمارس مهنته بأمان وباحترافية وبدون تأثيرات خارجية. هذه الشروط موجودة بالعراق، ظروف السلامة للطبيب للكادر الطبي، مو أنا ما بس أتكلم عن الطبيب، الكوادر الصحية بشكل عام، هل موجودة شروط السلامة؟ هل موجودة المعايير الطبية العالمية بالمستشفيات؟ هل أكو أجهزة يمارس عليها الطبيب المهنة وهو يعني يمتلك الأدوات؟ شلون يقدر يسوي عملية جراحية وما عنده أدوات؟ أجاوبك أستاذ محمد، حضرتك متابع حال العراق من 2003 لحد الآن. نعم. يمكن هاي الحال اللي صارت في الوفيات المرضى أو الناس المواطنين اللي يروحون يسوون عمليات طبيات أو أخطاء طبية، أنا أعتقد هاي الحالة 5 سنين أو 6 سنين هاي الأخيرة صارت في هاي الحالة. يعني قبل هاي 5 سنين نقول كانوا يشوفون شي أمور. ليش؟ كانوا أطباء زمنيين كانوا يتعاملون ويا المريض بسلاسه ويعاملوه بالرحمه. يعني هم واثقين من عملهم وواثقين من العمليات الجراحيه اللي يجروها وصار. حاليا هسه هذول الحكومه يقومون بتصفيه الدكاتره الاطباء دكاتره الجراحين المضبوطين. تم تصفيتهم او يتم مثلا تهجيرهم. يجيبون ناس هم من قبلهم معاون طبي صار جراح. طيب. صيدلاني صار بروفيسور. باختصار سؤالي الأخير لك يا سيد محمد، أريد منك جواب مختصر لأنه أكو ناس ينتظرون. هل تعتقد بأنه الوضع الصحي في العراق يمكن معالجته وأكو أحزاب وميليشيات تقف عائقا أمام التقدم والتطور والبناء في العراق؟ شلون يمكن أن يعاد أو يتم تحسين الوضع الصحي في العراق واكو فساد واكو محاصصة واكو سلاح يمنع البناء؟ طبعا على كل هاي الاحزاب يتم حكومة وطنية ويعاد النظر في الواقع الصحي وواضع واقع الدوائر الدولة الاخرى بالعراق. نعم. وتنتهي هاي الاحزاب والحكومة هاي بالنظر يجي. شكرا جزيلا محمد من بغداد. السيد ناصر من بغداد تفضل حياك الله. مرحبا استاذ محمد. الله يسلمك كل الهلا. استاذ محمد، بالنسبه للواقع الصحي بالعراق هو متدهور مو بالاساس، لا هم دهوروا الاحزاب الدينيه اللي استلمت السلطه دهوروا الواقع الصحي متعمدين. نعم. يعني ولذلك تلاحظ انه هاي الامراض اللي انتشرت بالعراق هي جت نتيجه التقادم بالعراق الطبيه صفتها الاحزاب الدينيه. الاغتيالات اللي انتجت هواي اطباء انقتلوا بسبب الاحزاب الدينيه. فاحنا ما نتمنى انه الاحزاب الدينيه تستولي على مقر السلطه وهو القضاء والطب. القضاء والطب فسدوا الطرفين. نعم. يعني انا يوم 6/2/2021 احتاجت الى عمليه. نعم. الطب الحكومي اعتذر او الخدمات ما ترديت. فسويتها وين؟ بمستشفى اهلي يعني كلفني 1,800,000. مليون و800. هسه حاليا هني رد عمليه ثانيه استاذ محمد. نعم. فوالله العلي العظيم الرداءه بال اللي ما عنده وين يروح؟ يعني ما اقول لك صفر استاذ محمد، انت مو بس ما عنده، احنا ما عندنا بس يعني. لا انا ما اقول حضرتك عندك ولا ما عندك يا سيد ناصر، انا اسال المواطن اللي وضعه على قده حضرتك او غيرك. نعم. اللي ما عندهم القدره. نعم. على تحمل تكاليف العلاج الباهظه في المستشفيات الاهليه، وين يروح؟ وين ينطي؟ نعم. وجهه اذا تعرض الى وعكه صحيه، الى مرض، الى اصابه، الى غيرها. نعم استاذ محمد، الرداءه بالطب متعمده. الاحزاب الدينيه اجتي تقوي على العراق. شلون يقوي على العراق؟ تصير رداءه النوعيه بالعلاج. أنا سألتك سيد ناصر، أنا سألت حضرتك. نعم. الما عنده وين يروح؟ والله الموت إلى أقرب. يعني
هم يردون يقضون عشي على هاي الطريقه استاذ محمد. نعم. تتوقع موضوع اهمال القطاع العام، القطاع الحكومي، قطاع الصحه العام. نعم. اهماله تتوقع متعمد يا سيد ناصر، انه في سبيل انه هم يوجهون اموالهم واستثماراتهم. نعم. صوب القطاع الاهلي ببناء مستشفيات خاصه حتى يستثمرون بها، حتى. نعم. يربحون منها اكثر. استاذ محمد انت جنابك تعرف بالعراق انه من ضمن المسؤولين اللي داروا قطاع الصحه حاكم الزامل كان وكيل وزير الصحه، والرداءة. نعم. الرداءة بالعلاج مبينه، فهو الطريقه اللي سووها متعمدين انه يقللون الاهتمام بالمواطن. الادويه تجي. نعم. اكسباير اغلبها تجي من الصلاحيه، فهو القضاء على الشعب العراقي شلون يكون؟ طيب. يكون بالصحه، قطاع الصحه، فقطاع الصحه مهمل جدا، متعمدين يردون. وانتبه انت ايش قد تفقد مستشفيات اليوم، يعني اليوم ذكرى مال يعني مال مستشفى الخطيب وجلالكم على طول اعتقد تفقد التاريخ للمستشفيات ايش قد صار؟ زين النتائج مال التحقيق وين؟ نعم. حرقوا المستشفيات، حرقوا المحاصيل الزراعيه، دمروا الزراعه، دمروا الصناعه. فاذا هم متعرضين استاذ، اما طيب. واحد من ينظر لهم يقول لك ذولا ناس من طائفتي ومن هذه، لا والله. لا الموضوع بعيد، الموضوع بعيد عن الطائفة، الموضوع بعيد عن الطائفة، يعني بغض النظر من هو الطبيب او من هو وزير الصحة، هذه ارواح بشر، الموضوع ما له علاقة بالطائفة، له علاقة بانه انت المفروض تقوم على الحفاظ على ارواح الناس، على توفير مستلزمات المستشفيات وما يحتاج المريض، ما له علاقة انت من اي طائفة، عساك تكون ملحد، لكن ليش ما تشتغل للعراق؟ ليش ما تعمل لخدمة ابناء البلد؟ هم ما يرتاحون نفسيا استاذ محمد. نعم. هم ما يرتاحون نفسيا، هم يقول لك انا واجبي انه تخريب البلد، فيقول لك انا قدام الدول وقدام المحبين اللي إلي يعني العماله مالتهم الدول الاجنبيه، يقول لك انا اخرب البلد، فانا واجبي اخلي. نعم. الفاسد في بناء العراق، الفاسد شلون تكون؟ اسلوب متعمد يعني. هذه قد استرقت مستشفيات محمد، مستشفيات قد استرقت. طيب انا اشكرك يا سيد ناصر من بغداد، وصلت الفكره. حنتحدث بعد قليل عن ارقام حول المشاريع او بشان المشاريع المتعلقه بالقطاع الصحي من مستشفيات وغيرها متوقفه، وكم انفق عليها من اموال بحسب الوزارات الحكوميه وبحسب الارقام الحكوميه، ونتحدث ايضا عن ملف يتعلق بصفقات الفساد ما بين أحزاب وميليشيات وما بين شركات طبية أمريكية ساهمت باحتلال العراق وساهمت بتدمير العراق وساهمت بسرقة أموال العراق بمساعدة هذه الأحزاب الموجودة في السلطة. سنتحدث بعد قليل بحسب تقارير خرجت وحتى فيها إشارات، فيها شهادات من بعض المسؤولين داخل السلطة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD.
حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة صوتكم لهذا اليوم. نتحدث عن القطاع الصحي المنهار في العراق ونقارن ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالنسبة للمستشفيات والمراكز الطبية. كيف يتعامل المواطن العراقي مع هذا التفاوت بالأسعار؟ ولكن هناك فرق بين المواطن لا يجد ما يحتاجه في المستشفيات الحكومية، قد يجده في المستشفيات الأهلية ولكن عليه أن يدفع الثمن. الثمن هو كلفة باهظة نظير الحصول على العلاج، تكلفة عالية كثير من العراقيين لا يستطيعون دفعها في سبيل الحصول على العلاج. وبالتالي السؤال هو أين الأموال المخصصة إلى وزارات الصحة بعد الاحتلال هذه الحكومات المتعاقبة والوزارات المتعددة؟ أين الأموال ولماذا لم يكن هناك دعما للقطاع الحكومي وتغذية المستشفيات الحكومية بما تحتاجه من كوادر، من أجهزة، من مستلزمات، من أدوية؟ لماذا نرى مستشفيات عراقية الآن ويوثق العراقيون هذه الحالات بالصوت والصورة بهواتفهم؟ نراها مستشفيات بعضها خالي من الكوادر، خالية من المعدات، مجرد أبنية لا قيمة لها. مشاهدينا الكرام، بحسب مديرية الإحصاء التابعة لوزارة الصحة في العراق 60% من عام 2010 إلى عام 2018 60% من العراقيين الذين يدخلون إلى المستشفيات يتوفون نتيجة الإهمال، نتيجة غياب المعدات، غياب الأجهزة، ضعف بعض الكوادر الطبية. يؤدي أو تؤدي هذه العوامل إلى حدوث الكثير من حالات الوفيات، ارتفاع كبير في معدل الوفيات داخل المستشفيات بواقع 60% من عام 2010 إلى عام 2018 بحسب مديرية الإحصاء التابعة لوزارة الصحة. طبعا مسؤولين حكوميين تحدثوا عن أرقام أخرى وقالوا بأن هناك إنفاق كثير أعلى بكثير مما تتحدث عنه الحكومة، إلا أن مكتب المفتش العام بوزارة الصحة أكد أن 5 إلى 6 مليون دولار أمريكي شهريا ينفقها المواطن العراقي في سبيل الحصول على العلاج خارج العراق. 5 إلى 6 مليون دولار أمريكي شهريا يصرفها المواطن العراقي بحثا عن العلاج في دول أخرى، الأردن، الهند، تركيا، إيران، غيرها من هذه الدول التي فيها نظم صحية ومستشفيات على مستوى عالي. وفي العراق هذه المبالغ بحسب المسؤولين في وزارة الصحة تكفي لبناء مستشفى على طراز عالمي كل 3 أشهر. يعني المواطن العراقي يطلع فلوسه وأمواله ودولاراته خارج العراق تذهب إلى دول أخرى تستفيد منها، ولا يستفيد أو تستفيد الدولة العراقية من هذه الأموال في الداخل بسبب وجود الفساد والفشل. وإلا لماذا لم تهيئ المستشفيات الحكومية بما تحتاجه لعلاج المرضى وللاستفادة من هذه الأموال بدل أن تذهب إلى الخارج، تبقى في العراق؟ وكما يقول المفتش العام بوزارة الصحة تكفي لبناء مستشفى على طراز عالمي كل 3 أشهر. هذه الأموال التي ينفقها العراقيون كل شهر في سبيل الحصول على العلاج خارج العراق. آخر حالة تبين أن هذا البلد بلد منهار على القطاع الصحي، وأن حتى هؤلاء الذين يحكمون لا يثقون بالمؤسسات الحكومية الصحية. أن إياد علاوي قبل فترة لما أصيب بوعكة صحية ذهب إلى خارج العراق، ذهب إلى الأردن لتلقي العلاج. ليش؟ لأن العراق ما بمستشفيات، لأنه يخاف على حياته، لا يروح يموت على أيد واحد من الأطباء، أو لا يروح يموت بسبب غياب الأجهزة، بسبب غياب المعدات الطبية. لأن هو نفسه اللي حكم العراق في بداية الاحتلال، اللي كان رئيس وزراء أول حكومة، لا يثق بالقطاع الصحي الحكومي، ولا يثق بالمستشفيات وبالكوادر، ولا يثق بوجود أجهزة تساعده أم لا. وأغلب اللي يعانون من وعكات صحية من هؤلاء الذين يحكمون العراق، إذا مو كلهم، يذهبون إلى خارج العراق لتلقي العلاج، لأنهم لا يعترفون بالنظام الصحي الموجود في العراق، لأنه أصلا لا يوجد نظام صحي. أبو ياسين من بغداد، تفضل يا أبو ياسين. أخوي إلى قناة الرافدين الوطنية، حياك الله.
اخي كل شيء ما يهيئ للعراق وشعب العراق فالشيء زين اذا ما هاي الحكومه الفارسيه توفر من العراق. نعم. اما ليش بال 2003 كتلوا الدكتور كتلوا المهندس وكتلوا المعلم وكتلوا الضابط الطيار على مود يجيبون بديلين لهم؟ البديل شنو؟ حتى عندك هسه الدكتور، انا قبل فتره رحت للطب مدينه الطب شويه صدري يوجعني والله. نعم. سألت الدكتور قلت له شنو الأكلة الزينة على مود يعني إلي تناسب؟ كان شو قل لي؟ والله قال وانا شنو تسألني؟ قلت له أنت مو دكتور؟ لا 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 أنا مو دكتور، يلا نطلع. والله بهالعبارة اللي هذا أنا أعرف يعني وليش يعني ليش تعامل وياك بهذا الأسلوب؟ ما أعرف والله، كأنما حاقد حاقدين فرد نوم. بس خليني أسألك يا أبو ياسين، هذه الحالة والله عامة لو حالة واجهتك أنت، حالة خاصة. نعم. واجهتك في مرة من المرات. نعم. شنية هاي حالة عامة كانت لو حالة خاصة؟ نعم. أبو ياسين دا أسأل حضرتك، هذا الشخص اللي تعامل وياك بهذا الأسلوب كانت حالة عامة أنت شايفها أكثر من مرة، لو هي حالة في وقتها حصلت وخلص؟ والله هي دائما والله، يعني انا حتى نوبات يعني جماعه يسولفوا لي يقولون ماكو كل تعامل زين انساني ويانا. نعم. فاخي والله كله مقصود هذا. طيب. كله مقصود هذا. بدل الدكتور الزين ليش هم قتلوهم؟ على مود يجيبون دمج، بدك الضابط يجيبون دمج. كل شيء يعني تدري حتى الفن هذا صار دمج. نعم. يعني من دا تروح من دا تذهب من دا تذهب الى المستشفيات الحكوميه تجد العلاج. نعم. والادوات والكادر اللي تحتاجه في سبيل الوقوف على حالتك الصحية؟ ما موجود، ما موجود العلاج بالمستشفى، ما موجود. إذا كلش ينطيك حباية مال وجع راس أو أبرة شلون ما كان، ينطيك ورقة مين راح تاخذها من برا، وحتى العلاج البرا مو زين، غالي ومو زين. فعندك يعني مال كورونا اللي يصير به كورونا شبه كورونا شو يسوي؟ يضربوا أبرة ويقتلوه. أنا سألت بعض العراقيين في الداخل عن الصيدليات والحصول على العلاج، البعض يقسم أنه بين كل صيدلية وصيدلية تسعيرة الأدوية تختلف حسب مزاج الصيدلاني أو صاحب الصيدلية، يسعر الدواء. نعم. مثل ما يحب، يعني هذا ذا يبيع الباكيت. نعم. باكيت العلاج ب2000، الثاني يبيعه ب15000 في بعض المناطق، هذا الكلام صحيح موجود؟ لا لا. نعم نعم صحيح. نعم. أخي عندك هسه الصيدليات شلون الاسواق مال التكاكي؟ نعم نعم. وحتى الدول عندهم مو زين. شنو دور لعد وزارة الصحة في الرقابة والسيطرة على تسعيرة الأدوية وعدم السماح لهؤلاء الصيدلانيين أو أصحاب الصيدليات من استغلال الوضع المنفلت وفرض أسعار على المواطن مثل ما هو يحب حتى يربح؟ ليش ماكو سيطرة؟ ليش ماكو رقابة من الوزارة، وزارة الصحة؟ أخي هي وينها وزارة الصحة؟ هي وينها الصحة؟ هم كلهم دمج. هم جايين هذا البلد، ما أعرف هالبلد هذا شو مسوي لهم، يعني أنا جاي أكل وأشرب هالبلد هذا، ليش أذله؟ ليش؟ ما تغذر بي النعمة؟ ما يغذر بي الماء؟ طيب. ما تغذر بي الدفاتر اللي جاي آخذ من هال. نعم. شنو من حقد هذا؟ من نعم. سيد أبو ياسين وصلت فكرتك، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. ويانا أبو مروة من كربلاء، تفضل يا أبو مروة حياك الله. شكرا شكرا، الله يحييك، رمضان مبارك كريم عليكم، الله يتقبل أعمالكم منا ومنكم أجمعين. أخي جميع القطاعات بالعراق هي فاشلة. نعم. جميع الوزارات هي فاشلة. احنا لما بدنا نطلع بدنا نحكي هي مو لقلق ابتسام. احنا ما عندنا عداء ويا اي شخصيه. نعم. احنا عندنا اعتراض على نهج، ومن ضمن هذا النهج الخاطئ هو ما التفتوا للوزارات. نعم. عندما تتوزع الموازنه كل وزاره تستلم حصتها، وغير هاي الحصه لما تتبع للتعليم، هاي للصحه، هاي للصناعه، هاي للزراعه. أنا المواطن أريد أشوف لبني الحصص لما نتوزعت الخرجات شنو هي، النتائج شنو هي. يا سياسيين شوية خافوا من الله، إذا ما تخافون من الله فحاسبوا ضمائركم. والله العظيم قبل فترة من الزمن طلعنا. نعم. إحنا تظاهرة على العيادات الخاصة والصيادلة. نعم. وقلنا لهم أنتم وسمون نفسكم ملائكة رحمة.
مو انتم ملائكة نقمة. والله العظيم الشعب العراقي دا يعيش أسوأ مرحلة. الله طيب. يساعد المرضى والمرض منتشر أخي. خليني أسألك أبو مروة. أبو مروة أريد أسألك عن كربلاء. أنت من كربلاء، واحد من المراجعين، رجل ما يريد يذكر اسمه خوفا على وضعه وعلى حياته، راح إلى مستشفى الحجة بكربلاء. هذه المستشفى موجودة في كربلاء؟ نعم موجودة. موجودة. بس لو تسمح لي تنص صوت التلفزيون حتى تسمعني من الهاتف. يقول أحد المراجعين. نعم. يقول أحد المراجعين إنه المبيت ليلة واحدة في مستشفى الحجة في كربلاء يكلف 700,000 دينار عراقي، وأن أول عملية بدائية تكلف 4 ملايين دينار، والكبرى تكلف 11 مليون دينار. يعني اللي ما عنده، والحكومة رافع أيدها من المستشفيات الحكومية وماكو علاج وماكو تجهيزات، وين يروح إذا صادفته أو أصابته وعكة صحية أو إصابة أو مرض أو غيره ويريد يسوي عملية؟ ما أعرف يا أخي. يعني يعني الدولة الدولة أموال العراقيين وين ده تروح؟ والله يا أخي سؤال. أنا أقول الروحي، أنا أقول إنسان، أنا على قد حالي. إذا صار بي أي حالة أنا أو لا سمح الله عائلتي وين أروح؟ من حق هذه المستشفيات يا أخي. أنا هاي مستشفيات خاصة. بس تدري منو أصحاب بعضها يا سيد أبو مروة؟ ما لنا علاقة. لا 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 بس اسمح لي. لا أنت تدري شنو؟ لا لا اسمح لي أنا قصدي لا لا الموضوع جدا مهم أنه نعرف أصحاب بعضها منو. أصحاب بعض المستشفيات مؤسسات دينية وأشخاص دينيين على أساس أنهم رجال دين يطلعون على المنابر يناشدون بحقوق الفقير، هذا القصد. إذا هو يطلع على المنبر يهتف باسم الفقير وحقوق الفقراء وعنده مستشفى تذبح بالقطمة مثل ما يقولون بالمحلي، طيب شنو هاي المفارقات وهذا التناقض؟ وأنت أنت مؤسسة دينية أو رجل دين؟ والله يا أخي الرجع لهذه الأمور هو أن أحسن المستشفيات الحكومية. هذا الرجع. يعني إحنا دولة ليش يشجعوا أخي؟ يشجعوا لأنه ماتت المستشفيات الحكومية، ماتت. ماكو مستشفيات حكومية، ماكو. أين الموازنات؟ طيب. الشعب العراقي وين يلتفت؟ وين يفوح؟ طيب أنا أشكرك يا سيد أبو مروة. نعم وصلت وياك إلى الختام فيما تبقى من لحظات، وكما قلت لحضراتكم هناك بعض المعلومات التي تؤكد تورط جهات سياسية بصفقات فساد في وزارة الصحة. مشاهدينا، في عام 2017 200 من قدام المحاربين وعائلات جنود أمريكيين أصيبوا في خلال مشاركتهم باحتلال العراق من عام 2003 إلى لغاية اليوم. رفعوا دعوى قضائية تتهم 5 شركات أدوية أمريكية كبرى بالتعامل مع ميليشيات عراقية مصنفة على لائحة الأمريكان للإرهاب لدورها في استهداف الجنود الأمريكيين خلال سنوات الحرب الأولى في العراق. هذا ب 2017. دعوى قضائية رفعت في المحاكم الأمريكية من قدام المحاربين 200 من هؤلاء، وتشير الدعوة إلى أن شركات الأدوية الأمريكية أبرمت عقوداً مع وزارة الصحة العراقية بمئات ملايين الدولارات، ودفعت أيضاً عمولات ورشاوى لأتباع رجل الدين مقتدى الصدر من أجل الحصول على تلك العقود، رغم علمها هاي الشركات شركات الأدوية الأمريكية رغم علمها بمسؤولية ميليشيات الصدر عن العديد من الجرائم الإرهابية في العراق. المحامي راين سباراسينو هو مشارك في الوقوف على قضية القضية التي رفعت على هذه الشركات الأمريكية. يقول المحامي إن الدفاع قدم للمحكمة الأمريكية وثائق عن العمولات التي كانت تقدم على شكل رشاوى نقدية من أجل الفوز بعقود في وزارة الصحة عندما كان يسيطر عليها الإرهابيون اللي هم الميليشيات، وطبعا القصد هنا ميليشيات مقتدى. أظهر الدفاع للمحكمة الأمريكية جميع المعاملات التي تثبت حقيقة تلك الصفقات التي أبرمت ما بين الشركات الأمريكية وجماعة مقتدى الصدر، والتي نظمت بطريقة تجعل من السهل على الإرهابيين تحويل وإعادة بيع الأدوية التي يحصلون عليها في السوق السوداء المزدهرة في العراق. طبعا بحسب التقرير أتباع مقتدى الصدر هم الذين يسيطرون إلى جانب شركاء سياسيين على القطاع الصحي في العراق من عام 2004 لغاية اليوم،
وبحسب الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة راضي الراضي يشير إلى أن الوزراء الذين يتسمون ببعض النزاهة لم يتمكنوا من الاستمرار، لأن المفتش العام والمدراء العامين كانوا متفقين على تقاسم العمولات بحيث كانوا ينظمون العقود بشكل يناسب مصالحهم. الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة راضي الراضي يؤكد أن من يسيطر على القطاع الصحي مقتدى الصدر أتباعه وباقي الأحزاب والجهات السياسية. ويؤكد محامي الدفاع في القضية التي رفعت في المحاكم الأمريكية من عام 2017 لمقاضاة شركات أدوية أمريكية بأن هذه الشركات أبرمت صفقات أدوية وغيرها مع مقتدى وميليشياته الذي سهل لهم عملية الحصول على هذه الصفقات وعلى هذه العقود وجني الأرباح بمليارات الدولارات من أموال الدولة العراقية، لأنه ماكو دولة وماكو قانون. طبعا سريعا الوقت داهمنا، يؤكد أيضا الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة راضي الراضي أن التغيير في وزارة الصحة دائما على مستوى السنين الماضية اقتصر على الوزراء وبعض المسؤولين دون أن يطال هيكلية الوزارة، وبالتالي يبقى عمل الوزارة كما هو وسياساتها كما هي، لكن تتغير الوجوه من أجل إيهام الرأي العام أن هناك تغييرا حصل في هذه المؤسسة، لكن واقع الحال يقول السيطرة واحدة من هذه الأحزاب على القطاع الصحي والسياسة واحدة، لكن قد يغيرون الوجوه لظروف معينة. بهذا أصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.